حيانه ردود فعل وإشادات من كل القوى السياسية والحزبية بتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقة التموين اللي بتمثل مظلة حماية مجتمعية لعدد كبير من المواطنين، توصل لمليون أسرة في شهر سبتمبر. طبعا ده في ظل الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم كله. معانا دلوقتي على التليفون الأستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير دكتور جمانة، صباح الخير دكتور أحمد، أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير على كل المشاهدين، صباح الخير لمصر. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني رؤيتك لهذه التوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، خاصة في ظل ما يحدث عالميا واقتصاديا؟ الحقيقة أنا عايز أقول إن القرار واستجابة سيادة الرئيس واهتمامه بالأسر الأكثر احتياجا وبالمصريين بوجه عام، مش بالأسر الأكثر احتياجا فقط، لكن هو أب لكل المصريين. لما شعر إن الأمور الاقتصادية أصبحت متأزمة والناس غير قادرة على إنها تواجه أعباء المعيشة، وفي ظل التحديات العالمية اتعامل مع الموقف بروح الأب وروح رب الأسرة، وابتدى يراعي الناس في هذه اللحظات الحرجة، وبزيادة المبلغ إلى 300 جنيه. الحقيقة في بعض الناس ممكن تقول 300 قليل، وفي بعض الناس تقول، لكن أنا بقول الحمد لله خطوة على طريق في ظل الظروف دي، ويبقى فيه مراعاة من الدولة للفئات الأكثر احتياجا أو للمصريين بوجه عام. النهاردة بيستفيد 64 مليون مواطن من الدعم ده. النهاردة بنقدر نقول إن في نسبة كبيرة جدا هتاخد الزيادة الاستثنائية عشان تقدر تواجه متطلبات الحياة. احنا سمعنا الأخ اللي كان بيتكلم بيقول إن في زيت، في سكر، في كذا، في كذا، في نازل على بطاقة التموين للعيش. المواطن صحيح. كمان يقدر ياخد الدعم اللي جاي له، يقدر يشتري بيه صلصة، يقدر يشتري بيه أي شيء. الحقيقة شيء عظيم جدا، وإحنا كأحزاب وحزب إرادة جيل أيضا بنقول شكرا سيادة الرئيس على شعورك الطيب تجاه المصريين بوجه عام، لأن أنت أسلكت قلوب الجميع وريحت الناس، لأن الناس تقدر تعيش، تقدر تلاقي مستلزماتها الطبيعية، تقدر تلاقي لوازم الحياة الطبيعية دي. فده شيء عظيم جدا، وخاصة في ظل الظروف العالمية اللي احنا كلنا حاسين بيها وشايفينها، العالم كله فيه ايه، الغلاء اللي موجود، التضخم اللي موجود، كل الكلام ده كله بيأثر. كان ممكن الدولة تقول والله أنا الإمكانيات صحيح. مش موجودة صحيح، وكان ممكن تستند لما يحدث في العالم كله يا فندم، لكن الحقيقة بالضبط. يعني هذه التوجيهات هي إثبات لإرادة الدولة المصرية، وإثبات أكتر كمان للاتصال بالمواطن المصري عن قرب. يعني زي ما حضرتك قلت، خطوة على طريق، بنحاول على قد ما نقدر، حتى لو ناس شايفة يمكن أن الرقم ده قليل، لا الرقم ده مش قليل، احنا بنتكلم في مليون أسرة بالنسبة لهذه الزيادة الاستثنائية فقط في شهر سبتمبر. على أي حال طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، نشكرك جزيل الشكر يا فندم.